لا تبخلوا علينا بزر الإعجاب واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله. كشفت مصادر عسكرية أن الجيش المغربي تمكن أمس الأربعاء 24 فبراير الجاري من اعتقال 4 عناصر تابعة لميليشيا البوليساريو، ومكنت العملية المذكورة من حجز الجيش المغربي سيارات الدفع الرباعي التي كان يستعملها عناصر جبهة الانفصالية داخل التراب المغربية، وجاء اعتقال العناصر التابعة لميليشيا جبهة البوليساريو بعد إقدامهم على محاولة استفزازية فاشلة لعرقلة عملية بناء الجدار الدفاعي العازلة بمنطقة تويزكي بإقليم أسازاكا. إلى ذلك تمكن الجيش المغربي المرابط بالصحراء المغربية من إتمام عملية بناء الجدار الدفاعي العازلة رغم تصرفات الاستفزازية لعناصر ميليشيات الجبهة الانفصالية. نشكركم على حسن المتابعة.